كرة طويلة في عرض الدفاع التونسي، لمسة من عماد مدعب، مرتدة، تصويب، وجول جول جول جول. الهدف الأول للنادي الأهلي، محمد أبو دريكة يخطف الهدف، هدف غالي جدا، فرحة كبيرة في الجهاز الفني للنادي الأهلي والمايسترو محمد أبو دريكة بكل تأكيد يفاجئ الجميع ويسجل الهدف الغالي، هدف قاتل، هدف تراجيدي. قلنا مشاهدينا الكرام ستكون النهاية تراجيدية، ستكون النهاية دراماتيكية على أحد الفريقين. وهذه الكرة المرتدة يسارية قاتلة جدا من محمد أبو تريكة. أيام ما تتنسيش وأهداف ما تتنسيش وأفراح ما تتنسيش. ده بقى اللي احنا بنبقى دايما سعداء جدا عشانه، لما بنعمل مع حضراتكم فلاش باك كده للأيام الحلوة. ابتدينا معاكم من الأسابيع اللي فاتت إن احنا بنسترجع سوا ذكريات نهائيات بطولة الأمم الإفريقية مع النادي الأهلي، وأهداف ما تتنسيش زي ما بقول لكم، وأيام فعلا محفورة في ذاكرة وفي وجدان كل أهلاوي. تعالوا بقى نكمل حكاياتنا الأسبوعية عن نهائيات بطولة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد نجاح النادي الأهلي في الفوز بالبطولة سنة 2005. طبعا بعد ملحمة تاريخية أمام النجم الساحلي، دخلت كتيبة الكوماندوز طبعا بقيادة النمس البرتغالي مانويل جوزيه بطولة 2006 بمعنويات مرتفعة جدا، ومع تقدم الأهلي في مشوار البطولة وتخطي دور المجموعات وصولا للدور نصف النهائي، حان الموعد مع المباراة النهائية أمام الصفاقسي التونسي اللي كان وقتها مدجج بأبرز نجوم الدوري التونسي على رأسهم أنيس بوجلبان وعبد الكريم النفطي والغاني أسموا. نتيجة مباراة الذهاب في ملعب القاهرة واللي أقيمت يوم 29 أكتوبر من عام 2006 وسط حضور كامل في مدرجات ملعب استاد القاهرة الدولي، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. سجل للأهلي نجمه محمد أبو تريكة من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 26 من عمر اللقاء، وكانت المفاجأة الغير سارة بالمرة في هدف التعادل اللي سكن شباك عصام الحضري في الدقيقة 53 من عمر اللقاء. طب في الصباح بقى يوم 11 نوفمبر عام 2006 كان الموعد مع لقاء العودة في ملعب رداس بعدما انتقلت المباراة من ملعب الطيب النهيري اللي ساعته كانت وقتها لا تتعدى 20,000 مشجع لملعب العاصمة بقى اللي حضر فيه من مدينة صفاقس ما يقرب من 50,000 مشجع تونسي طامع طبعا في فوز فريقه. الخوف والحذر خليني أقول لحضراتكم كان العامل المسيطر على لاعبي الأهلي نظرا لنتيجة مباراة الذهاب السلبية، بينما هنا أفردت بقى صحف تونس عناوين عن إمكانية أكيد فريقها في تحقيق الانتصار وحصد اللقب الأفريقي، وده اللي لعب عليه المدرب خلينا نقول المحنك مانويل جوزيه، وفضل من البداية وعلى عكس كل التوقعات إن هو ما بدرش بالهجوم. يعني صحيح هو وقتها كمان كان بيلعب بطريقة لعب دفاعية بحتة 3-5-1-1، ولعب بتشكيل ضم كل من عصام الحضري لحراسة المرمى وأمامه ثلاثي الظهر ليبرو شادي محمد وثنائي مساكين وائل جمعة ومحمد صديق ومحمد عبد الله يمينا وأحمد شديد إناوي يسارا، وثلاثي الارتكاز كانوا حسن مصطفى وحسام عاشور والغاني أكوتي منسا، وأمامهم صانع لعب الفريق النجم محمد أبو تريكة، وفي الهجوم كان مهاجم وحيد هو الأنجولي فلافيو. ترك يميها كل من إسلام الشاطر وعماد متعب ووائل رياض قاعدين فضلوا قاعدين على دكة البدلاء. وقبل نهاية شوط المباراة الأول أجرى جوزيه تغيير بنزول عماد متعب بدل من أكوتي منسا. مع انطلاق بقى الشوط الثاني تغيرت الامور خلينا نقول شكلا وموضوعا، الاهلي بيضغط على الصفاقسي في كل خطوطه، جوزيه بيجري تغييرين كانوا مهمين وقتها بنزول اسلام الشاطر بدل من محمد عبد الله ووائل رياض بدل من احمد صديق عشان تصبح هنا المعادله الهجوميه بقى بشكل كامل في اتجاه مرمى اصحاب الارض. بيصنع هنا تريكا لفلافيو كره بتصطدم بالعارضه، ونفس الامر برده فرصه خطيره لعماد متعب ومثلها لحسام عاشور أنقذها بقى حارس المرمى لغاية ما وصلنا للدقيقة 91. احنا عارفين طبعا يعني ليصوب النجم بقى محمد أبو تريكة كرة يعني دخلت شباك الصفاقسي وفجرت الفرحة وقتها في قلوب كل جماهير الأهلي في مصر وكمان في العالم العربي عشان يرفع هنا المارد الأحمر كأس البطولة الغالية للمرة الخامسة بقى في تاريخه ويرفع الأهلي شعار المستحيل مش أهلاوي. طيب تعالوا بقى نروح للبطولة السادسة للنادي الأهلي اللي كانت في عام 2008 بعد خسارة طبعا بفعل فاعل في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2007 أمام النجم الساحلي في استاد القاهرة بثلاث أهداف مقابل هدف واحد. يعني
الحكم المغربي عبد الرحيم العرجون كان هو قائد يعني الحكام او طاقم التحكيم في هذه المباراه، دخل نجوم النادي الاهلي منافسات دوري الابطال عام 2008 بطموح كبير قوي. ليه؟ عشان كانوا حابين يعوضوا الخساره وكمان عدم تحقيقهم الثلاثيه المتتاليه. وعلى الرغم من تلقي اداره النادي الاهلي وكل جماهيره خبر مفاجئ وغير صار بالمره بسفر الحارس حارس المرمى عصام الحضري دون اي سابق انذار الى سيون للعب في الدوري السويسري، وعدم وجود بديل جاهز لحراسه المرمى في ذلك الوقت، الا ان طبعا كالعاده اراده وعزيمه ابناء صالح سليم كانت فوق كل الصعاب. بعد بقى مشوار رائع للاهلي في بطوله 2008 حتى وصل كمان للمباراه النهائيه للمره هنا الرابعه على التوالي عشان يواجه فريق كوتون سبورت الكاميروني. لينا نقول مباراه الذهاب دي اقيمت في استاد القاهره الدولي، كان يوم 2 نوفمبر، وامام اكثر من 70 الف مشجع اهلاوي اشعلوا وقتها مدرجات يعني حماس من بدايه سجل الاهلي هدف هدف هنا التقدم عن طريق بقى وائل جمعه، ده كان تحديدا في الدقيقه الرابعه، واضاف الانجولي امادو فلافيو الهدف الثاني في الدقيقه ال15، ومع طبعا سيطره حمراء اضاع خلالها نجوم الفريق اكثر من فرصه، انتهت المباراه بفوز غالي وثمين للاهلي كان بهدفين دون رد. يعني طبعا الحفاظ على الانتصار الغالي بهدفين في معقل الملعب الكاميروني كان امر في غايه الصعوبه نظرا لقوه الفريق الكاميروني وقتها وحضوره الجيد جدا في منافسات البطولات الافريقيه المختلفه، وتحت قياده الحكم الجزائري جمال حيمودي وامام اكثر من 40 الف مشجع كاميروني بدا البرتغالي مانويل جوزيه المباراه بتشكيل متوازن الى حد ما، ضم امير عبد الحميد في حراسه المرمى وامامه ثلاثي الدفاع شادي محمد ووائل جمعه واحمد السيد، ولعب في خط الوسط احمد صديق وحسام عاشور واحمد حسن وجلبرتو، وقدامهم كان مثلث الرعب اللي كان فعلا يعني اسم على مسمى محمد بركات وابو تريكا وفلافيو. ومع البدايه نجح يعني جوزيه في امتصاص حماس لاعبي كوتون سبورت وتصدى دفاع الاهلي لاكثر من هجمه خطيره من اصحاب الارض لغايه ما جت الدقيقه رقم 38 عشان تعلن عن خبر صار جدا، هدف غالي جدا للنجم احمد حسن صعب من مهمه المنافس العوده مره ثانيه الى اجواء المباراه. وقبل نهايه الشوط الاول خطف عبد الكريم لاسينا هدف التعادل لكوتون سبورت من احدى الكرات العرضيه. طيب مع بداية برضو الشوط الثاني ضغط هنا أصحاب الأرض عشان يعوضوا بقى فارق الهدفين، نجح إسماعيل بابا في تسجيل الهدف الثاني ده كان في الدقيقة 63 علشان تشتعل بقى المباراة بقوة ويعمل مانويل جوزيه أكتر من تغيير كان بنزول أنيس بوجلبان بدل أحمد حسن، ثم نزول أحمد فتحي بدل محمد أبو تريكا، وأخيرا كان نزول سيد معوض بدل من أحمد صديق. وكمان مع اقتراب المباراة من نهايتها انطلق النجم محمد بركات من جبهة اليمنى وراوغ مدافع القطن وحصل على ركلة جزاء تصدى ليها المدافع شادي محمد وحولها في المرمى في الدقيقة 89 من عمر المباراة علشان يتوج أبناء قلعة الجزيرة باللقب الغالي جدا رقم 6 في مشوار الفريق بدوري أبطال إفريقيا ومن خارج الديار. الحلو قوي في فقره النوستالجيا دي ان بتدينا فرصه عظيمه نتفرج ونسترجع ذكريات ولا احلى ولا اجمل، ونتفرج سوا على اهداف بالمعنى الحرفي محفوره مش في وجدان ولا في ذاكره، ده في قلب كل من هو منتمي لهذا الكيان المارد الاحمر العظيم النادي الاهلي.